باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة التربية. الواو مش كده؟ استغربوا بقى، يعني أنا اخترت وطنية. إزاي تغرس الوطنية في عيالك؟ لأنه كنت بقى في أمريكا، فواحدة من الأمهات بتقول لي أنا أولادي اتولدوا في أمريكا، بس أنا عاوزهم يفضلوا فاكرين أن مصر أمهم، بس انا فرحانه يحسوا ان هم بتوع مصر اكتر ما بتوع كندا، فببعتهم لك كل سنه، والعيال بيشتغلوا وبيخدموا زي الفل وهم 12 و15 سنه. قالت لي لانه ما فيش بلد في الدنيا زي مصر، وفعلا مصر دي هي بعد ما سافرنا ولفينا العالم، لا فيها روحانيه مش موجوده في العالم كله، وفيها اصاله، ياخدوا العلم وياخدوا الغنى وياخدوا المركز، بس يفضلوا مصر وبتبعتهم كل سنه عشان يخدموا. الوطنية معناها ايه؟ عملية انتماء. لان اللي ما عندوش انتماءات، انا فاكر خدت الدرس ده من 45 سنة، كان الدكتور عكاشة قاله لنا في الكلية، يعني قال الشخص اللي ما عندوش انتماء شخص معرض جدا للاضطراب النفسي. الانتماءات، مجموعة انتماءاتك بتدي لك ستابيليتي، بتدي لك هدوء نفسي من الناحية النفسية. وقال ساعات انه، يعني مش فاكر هو اللي قال دي ولا مش هو، ان ساعات الشباب يقول اهلي وزمالك، لان ده نوع من الانتماء، بيديله احساس بالامان انه بينتمي الكيان، وياكلوا بعض ويشتموا بعض، بس هي في الاصل هي احتياجات نفسيه. فلما بيطلع ولادنا بيتنكروا لمصريتهم، يعني مش عاوزين يتقال عليه مصري. هو الحقيقه ده مش مصر اللي هتخسر، لا هو نفسه هيخسر، لان كله بيقطع جذوره، هو زي شجرة خفيفة هتطير مع الهواء. وبعدين الكلام ده كنت تعمله لو بلدك سوري تكسف، لا بلدنا بجد تاريخها واخبارها مفيش زيها. يعني احنا لما كنت في كوريا مثلا وطلعوني في التلفزيون كنت بتكلم بفخر، في حوالي 15 مليون كوري مسيحي أول مرة يعرفوا إنه مصر دي زارها المسيح وعاش فيها المسيح، وهي اللي طلعت الرهبنة، وهي الكلام ده هم مش حاطينه في دماغهم. وإن كنيستنا من داي وان، من القرن الأول، هم كنيستهم من أول امبارح القرن ال 18 مثلا، فبالنسبة لهم إيه ده؟ في كنيسة ابتدت من زمن المسيح؟ من زمن المسيح، وماري مرقس ده كان ناظر الإله. فإذا الوطنية مش بس للكنيسة، لا انتماء للبلد. انتماء البلد ده بيدي نفسية هادية، بيدي احساس بالمسؤولية، لان الوطني يخاف على البلد، يخاف على الشارع من الوسخ، يتضايق، مش ماشي يشتم في بلده. احنا من الشعوب القليلة للأسف اللي لما يهاجروا يتنكروا لبلده. اي شعب بره تلاقوه يفتخر ببلده ويشيلوا بعض، يعني اليهود في بره مثلا يخدموا بعض بعينيهم ويستعمروا مناطق كاملة ووظائف كاملة ويضايفوا بعض في بيوتهم. طب احنا بالأولى دي مصر فعلا حاجة نفتخر بيها، يعني مش بس عشان فرعنا، لا من الناحية المسيحية فيش بلد في العالم. على فكرة مصر أكتر بلد تكرر اسمها في الإنجيل كبلد، أكتر بلد، والبلد الوحيدة اللي زارها المسيح وعاش فيها هو طفل غير مكان ما اتولد. كل دي حاجات تؤكد ان احنا مش بنقول كلام كده تشجيع لينا. يعني اللي يدرس تاريخ اللاهوت او تاريخ العقيدة، كل اساتذة اللاهوت يقولوا لولا مصر المسيحية كانت راحت، عشان اثناسيوس وكيرولوس المصري وديسقوروس الناس دول، يوم ما كانوا بيتعلموا مسيحية كانوا يبعتوهم مصر. يعني باسيليوس بتاع القداس الباسيلي جه مصر عشان يتعلم الرهبان، غريغوريوس جه مصر، ذهبي الفم جاله مرة رفات قديسين عمل وعظة عن مصر في القسطنطينية، ده راجل أجنبي، قال أعظم تراب على الأرض تراب مصر، لأنه اتملى دم من أجل المسيح. ده واحد مش مصري بيقول كده. فطبعا لما نربي عيالنا أن مصر دي حاجة كبيرة وغالية، تاني نقول إيه؟ القدوة. طفل شايف أن أبوه بيشتم بلده هيطلع بلا انتماءات بلا هوية، وهيطلع مهزوز الشخصية. لكن حاسس ان ابوه بيفتخر انه مصري او انه خدم بلده،
هو بيطلع عنده حتة كده البيلونجينج ده بيهدي، بيريح نفسيته. الانتماء ده مفيد قوي، بالذات لما يدرس بقى التاريخ ويعرف انه لا، من حقه يفتخر ببلده، بتزود ثقته في نفسه. فأولا تبدأ بالقدوة، لأن للأسف في أقباط كتير بروحانية عليها علامة استفهام، شعارهم احنا ملناش في الدنيا بلد، احنا بلدنا السماء. ايوه احنا بلدنا السماء، بس حضرتك مصر. طب ايه رأيك ان اتقال على المسيح رجع الى وطنه؟ كلمة وطنه موجودة في الانجيل، يعني المسيح نفسه ذكر عليه انه له وطن، ما كانت حاجة غريبة. وعلى فكرة المسيح له المجد، يعتبر خد الجنسية المصرية لانه قعد 3 سنين ونص وهو طفل، وعشان كده يتقال ايه؟ مبارك شعبي. اليه دي مهمة قوي، شعبي، يبقى المسيح بقى تبعنا. البلد الوحيدة اللي اتقال غير شعبي، مع ان شعب اليهود اترفض، لستم شعبي، لكن شعبي مصر ما اتلغتش. فاذا المصريين بلديات المسيح، حاجة كبيرة قوي ان المسيح لو المجد يعيش وسطينا. خلي بالكم كمان ربنا يسوع لف في بلادنا اكتر يمكن ما لف في فلسطين، لانه من بحر الابل. طبعا مسافه كبيره قوي، اللي يدرس بقى خريطه العائله المقدسه وعلى رجليه، ده معناه بيبارك كل شبر. عشان كده جه وقت مصر في القرن الرابع كان مسافه كل 2-3 كيلو لازم دير، بحيث الجرس يضرب من اسوان لاسكندريه كله مسمع بعضه. تخيلين العز كان شكله ايه. وتحت الارض في بلاد كتيره في الفيوم والصعيد في مئات من الاديوره بتوع الاثار عارفين، بس مش لاحقين يطلعوا ايه ولا ايه. يعني في اي حته في الصعيد تحفر كويس قوي هتلاقي دير، تلاقي كنيسه، تلاقي اجساد قديسين. ده العادي، ده العادي بجد، مش بنبالغ لما نقول كده. طب لما احنا نطلع عيالنا فرحانين بالحاجات دي، مقتنعين بيها، هو الانتماء او الوطنيه تدي مسؤوليه، والمسؤوليه تدي قيمه للانسان، تدي رساله. واحد ما عندوش وطنيه يبقى ما عندوش مسؤوليه، يبقى ما عندوش لازمه في الدنيا، ملوش اي قيمه. يبقى انت ولادك كسبانين لما يطلعوا وطنيين ويحب يخدم بلده. خلي بالكم ان احنا مش بنخدم المسيحيين بس، ده فكر غير مسيحي، احنا بنخدم كل البشر وبالاولى اهل بلادنا. طب وماله؟ لان دول يعني متربيين في نفس الثقافة. كمان مصر لما تدرس من ناحية الاضطهاد، اكتر بلد تقريبا في العالم يعني تعذبت من اجل المسيح. يعني كل مش احنا مش هننكر فضل روسيا مثلا، تعذبوا كتير، اوروبا عدى عليها وقت صعب، لكن اكتر بلد تقريبا ما ريحتش سنة، 2000 سنة في اضطهادات باشكال ودرجات مختلفة. اللي يدرس مثلا قرن تركيا بمصر، الاتنين بدأوا ككراسي رسولية، تركيا أسسها بولس ومصر أسسها ماري مرقس، سموها كنيسة اسكندرية. مسافة كم قرن تركيا اختفت من المسيحية، مصر مكملة. ادرس من ناحية الاضطهاد، تلاقي تركيا ما شافتش ربع اللي احنا شفناه من ناحية التعذيب والاضطهاد. ده يقول ان اجدادنا دول كانوا جبابرة بجد، لان اللي شافوه كان اصعب كتير قوي من اللي شافته بلاد تانية واتنزلت بسهولة عن المسيحيين. يبقى الوطنية بزرعها في ولادي باقتناع، بقدوة، بحب. وحتى لو واحد اضطر يهاجر او يسافر، لسه عنده احساس بدين ومسؤولية تجاه بلده، يفرح باخبار بلده، يتابع اخبار بلده، يطمن على بلده. كل ده بيزرع في عيالنا انتماءات قوية. يجي موضوع الحوار. الحوار بقى ما أجمل إنك تحكي عن بلدك وتحكي عن الأهرامات وتحكي عن النيل. طب وماله؟ فيطلع ولادك بيحبوا الحاجات دي. ما هو خلي بالك موقفك بينعكس على عيالك. طول النهار تشتم في البلد واللي في البلد يكرهوا البلد، بس أنت أذيتهم. لما عملت كده أذيتهم. أنت ركزت على شخص، اتنين، على حكومة، على أيوة، بس مش دي مصر. فانت ليه عورت عيالك بالكلام النيجاتيف ده؟ يعني كان ممكن يطلعوا بطريقة تانية لو انت بتقول كلام ايجابي شوي. هنا مش هقدر اقول التأديب، يعني مش موضوع، مش هيوصل الى نوع من التأديب، لكن على الاقل مثلا الالتزام بالقانون ده نوع من حب البلد. ايوة القانون مش مفعل قوي،
بس احنا كمسيحيين اول ناس نلتزم بالقانون من ناحية المسيحية والوطنية. الناس ما تقفش في الإشارة، حضرتك تقف، الناس تتخطى القانون ويقول لك عادي، انت ما بتقدرش لانه ضميرك المسيحي يمنعك وانتمائك وحبك لبلدك يمنعك، فتبقى قدوة للمجتمع كله. كل ده تاني يتغرس في العيال، فيطلع جيل هو اللي يسوق بقى، هو القدوة في الجيل كله، لانه بيحب البلد ويحب عمرها ويحب انها تسبق الدنيا كلها. في نفس الوقت هو انا لو بيتي فيه مشكلة اسيبه؟ يعني اقصد انكر انه بيتي؟ لو امي مريضة اشوف لي ام تانية؟ انا مش بتكلم على الهجرة، الهجرة حق كل الناس يختار حياته فين، بس عملية الانتماء نفسها. طب افرض البلد فيها مرض، مين يشفيها؟ مش ولادها اللي يعملوا شغلهم فيها؟ وعلى فكرة طبيعة التاريخ، اللي يدرس التاريخ، في كتاب رائع اسمه وطنية الكنيسة القبطية، ريتكم تقروه، كتب وظن الله يناح روحه الأنبا يؤنس، ان الكنيسة القبطية هي اكتر يعني كيان وطني في 2000 سنة، لان ولادها زي ما كانوا يحاموا على الكنيسة يحاموا عن البلد. صدقوني الموضوع لما تدرسوه في الاخر تحسوا لا، ما هو لو ولادنا طلعوا بيحبوا البلد هيعملوا حاجات كتير قوي، هيعمروا البلد اكتر مننا. ومن الوطنية تبقى عندك رجاء، ما تبقاش متشائم وباصص بس للسلبيات، لا في ايجابيات. لكن اللي يعني بيفقد الامل هو اساسا برضو ده ما عندوش احساس بالمسؤولية، لو حاجة بتحبها مش هتفقد فيها الامل.